بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهاونا أو كسلا لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟ نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين إن كان هناك معارض، جزاكم الله خيرا. أركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن ترك الركن الأول فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر أن لا إله إلا الله أو أنكر أن محمد رسول الله فهو كافر، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. ومن أنكر سوى هذا، فإن أنكر فرضيته، يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه، فهو أيضا كافر. ومن أقر بفرضية ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاونا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها، أي من الأربعة، حتى بالصلاة. ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاونا كفر، وإلا وأما غيرها فلا يكفر. وهذا القول هو القول الوسط، وهو الذي تؤيده الأدلة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل الدليل على أن تاركها لا يكفر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخل بها لا يكفر. الدليل أو وجه الدلالة، وهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أين كفر بمعنى ترك الحج، والكفر يطلق أحيانا على غير الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم.